الطقس على سطح تايت بارد للغاية. هذا ليس سائل الميثان ولكنه نيتروجين سائل ويتمتع بنفس درجة الحرارة، أي 300 تحت الصفر. ماذا يحدث إذا هطلت الأمطار على هذه الزهرة على سطح تايت؟ سأغمسها في النيتروجين السائل. أصبحت كالزجاج المسحوق. هذا شديد البرودة. لنجرب موزة. الأمطار على سطح تايت شديدة البرودة وتجمد أي شيء ليكون صلبا، لذا لا أحد يريد أن يقع تحت هذه العواصف.